إلى متى يبقى القرار الأمريكي والمباركة الإيرانية مسيطر على جميع التحالفات السياسية التي تشارك في الانتخابات من الشمال إلى الجنوب؟ أنا مواطنين يبعثون أسئلة بشكل يومي اللي يعرفون موضوع الحلقة وضيوفها، فالجواب لحضراتكم اللي بحضرتك شيخ. يعني لا شك العراق وكل المنطقة، مو بس العراق، فيها تداخلات وتجاذبات دولية واضحة، لكن العراق هو قد يكون الأكثر وضوحا أنه هذا الموضوع مو مخفي، أو الأكثر قوة. لا، هو الأكثر وضوحا. هو يخوف ليش السعودية مثلا ما بيها تدخل أمريكي، لو تركيا ما بيها تدخل، هاي موجودة التدخلات، الدول القوية المستقرة بيها تدخلات واضحة، لكن يمنع أكثر وضوحا لأنه بالعموم الطبقة السياسية ما تستحي أن تقول أنا عندي علاقات، لكن نوعية هاي العلاقات على شنو مبنية هنا يفترض أنه يكون دور الجميع التوعوي. يقول لك إلى متى؟ بأنه هو راح يبقى مستمر إلى أبد الآبدين، يختفي هذا التأثير يروح هذاك التأثير. الله يبشرك بالخير. لو نكون إحنا مؤثرين بالعالم، لو العالم يظل مؤثر بينا على طبيعية. بلد مستقر كان فيه نظام حتى إذا عندنا مآخذ عليه، تجي قوة محتلة هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي تحتل العراق وهي تقول أنا محتل، مو إحنا. يعني بوقت احنا من كنا نقول محافظاتنا تحديدا عندما كانوا يقاومون الامريكان ويقولون ذولا محتلين، الاخوه الاخرين كانوا يصفونهم بقوات صديقه وقوات تحالف ومن هذا، الان بداوا يقولون هاي قوات محتله. بلد يحتل والمحتل هو نفسه يبني عمليه سياسيه بها، طبعا يبقى التأثير. يعني مستمر هذا الواقع؟ طبعا هذا مستمر الى ان يكون هناك عقد سياسي جديد وينهض جيل من الشعب يرسم رؤى المستقبلي، أما بوجود كل هذه الطبقة السياسية الآن وهذا الامتداد، أنا أعتقد يعني زوال هذا التأثير سيكون بسيط.